لما انطلب مني أعمل فيلم بمناسبة مرور 12 سنة على تأسيس مركز سرطان الأطفال بلبنان، بصراحة ما عرفت من وين بدي بلش. رجعت فكرت يمكن أحلى شيء أحكي القصة ببساطة مثل ما شفتها وحسيتها. بكل تواضع وحقيقة بكل تواضع، بس بفتكر ب 12 سنة يلي صار بفضل التيم اللي موجود على الأرض وبفضل البورد يلي عنا إياه، بفتكر بيكون كتير فخور. داني تومس، أنا داني تومس من بشري، وأنا دائما لم يسألوني مينك أنت، بجاوب دمي كاروزي حليبي توتقي وكلني لبناني، لبنان دايماً بقلبي. تعهد النجم داني تومس ببداية مسيرته إنشاء مستشفى لمعالجة الأطفال المصابين بمرض السرطان، وبالفعل وفي بالوعد وأنشأ سين جود تشيلدرنز ريسيرش هوسبيتال سنة 1962 بممفيس تينيسي، اللي بيعتبر اليوم من أهم المراكز عالمياً لمعالجة سرطان الأطفال. سنة 1991 خسر العالم داني تومس، وكان التحدي الأكبر كيف ممكن رسالته تستمر. I said to myself, you know, what are you going to do? You don't have Danny. And as God is the truth, I was sleeping one night and I woke up and I said, your children and the families, that's what you're going to do. مس هنا شايب تيك 1. مركز سرطان الأطفال هو أنشئ بناءً على اتفاقية ثلاثية بين مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت، مستشفى سين جود بمنفس تينيسي، وجمعية مركز سرطان الأطفال. مركز سرطان الأطفال في نسبة نجاح 80%، هو مركز الأمل والامتياز اللي بيعالج الأطفال من مرض السرطان بدون أي كلفة على الأهل. اليوم الناس بتفكر إنه مركز سرطان الأطفال بيطلع كتير مصاري، بس نحنا منطلع مصاري لأنه بحاجة كتير كبيرة للمصاري. كل شخص معني وكل شخص قادر إنه يساعد على قد قدرته. 120 مليون ليرة وبعد. 110,000. We've got 200,000. Wonderful dollars, sold and sold. نحن بطلنا عم نشحد كجمعيات، نحن صرنا عم نعطي فرح للأشخاص وعم نكمل لهم إنسانيتهم بمجرد أنهم يشاركوا معنا بأي برامج من برامجنا. كرمال أهضم ولاد بالعالم، قرر فريق عمل مركز سرطان الأطفال ببيروت يبرم العالم وينظم نشاطات ويجمع تبرعات قد ما بيقدر تضل الابتسامات على وجوه الأطفال تكبر. أطفال استقبلون المركز من دون أي تفرقة طائفية أو اجتماعية على صورة لبنان الواحد اللي كلنا منحلم فيه. أنا فتت على المركز ب 17/3/2012، رح يصيروا 3 سنين بالمركز. أنت اليوم رولا نجمة وكتير من الأولاد عم بيشوفوكي على التلفزيون، فعبالك تشاركي معهم شيء؟ إنه قد ما كانت المدة طويلة الله ما بينسى حدا. شو أكتر شي عملي بتعمل؟ شو بدي أعمل أكتر شي؟ بدي شي سخيف، بس أنا كتير بحبه، بدي أسبح هلا عشان ما أنا أسبح. أولادنا هون بصورة خاصة رهيبين، يعني نحن وأهلهم ناخد قوة منهم مش العكس. فعلا نحن أهم شيء لما الولد يفوت على المركز ما يحس حاله أنه طلع من الحياة. كتير بصير في علاقة مثل كأنه نحن عائلة، بيعطونا فكرة أنه أنت لما جاي لهون جاي تنبسط أكثر من أنه جاي تتعالج. دكتور صلاح، دكتور صلاح. نحن المشن ورسالتنا كمركز سرطان الأطفال في لبنان هو
مش بس معالجة الأطفال اللي عندهم سرطان، في عنا دور مهم جدا يلي هو دور تعليمي، وعنا دور كتير مهم له علاقة بالأبحاث، وصار مركزنا معروف عالميا بهالمجال هيدا. الجودة والنوعية مكلفة. صحيح، يعني ساعة اللي عم نحكي بميزانية بتوصل لحوالي 15 مليون دولار بالسنة، ساعة اللي عم نحكي بمعدل كلفة علاج طفل 50 ألف دولار بالسنة، عم نحكي بأرقام يعني كبيرة وضخمة. لآخر نفس تانية حاربت المرض، السود غلب عليها. حاسس انه بعدها تانية، بعدها معنا. ايام نخسر ولد هيدا بفتكر اصعب شيء لنا كلنا. احلى لحظة هي وقت ما ولادنا بيشفوا. وين صاروا؟ كتار فاتوا على الجامعة او رجعوا على المدارس، فيهم اتجوزوا، فيهم جابوا أولاد. At the end of the day, this is the mission. الفشل مش وارد. ما فينا نفشل. ما فينا. We can't. شو حلو الحياة نمشيها سوا. والرجاء أوعد أحلى من الدواء. يا عمر الطفولة بعد العمر جديد. يا بسمي خجولي كوني كوني فرح العيد فرح العيد فرح العيد بوجه الهوى. قدام مجهود أبطال بيشتغلوا على السكت بمركز سرطان الأطفال، الأحاسيس كلها بتتشابك. كل هالولاد بأجسامهم الصغيرة عم بيخوضوا بشجاعة معركة كتير كبيرة، وإيمانهم إنه بهالمركز رح يلاقوا الشفا بيزيدهم صحة وبيزيدهم صفا. كل اللي بقدر أقوله بنهاية هالفيلم إنه عن جد حلوة الحياة لما بنمشيها سوا. عقبال المية، وإن شاء الله دايما بالصحة. شو حلو الحياة نمشيها سوا والرجاء.